جديد نأتي إلى الخبر الثالث وهو الأخير عن مجموعة كبيرة من المصاحف الشريفة ملقاة في مجاري ينبع، فما هو تعليق قدسك على ذلك؟ أمين أمين، شيء رائع شيء رائع بلا شك. خلينا نقرأ الخبر وبأوصي بقى وإحنا بنقرأ الخبر لو سمحتوا نغلق أنوفنا ونحن نعلق عليه. في صحيفة قبس، واحد محرر اسمه نصر سليمان بيقول فتحت شرطة النبا في ينبع تحقيقا موسعا حول العثور على عدد من المصاحف الشريفة ملقاة في المجاري أمام أحد المساجد. وفي التفاصيل فقد أبلغ أحد المواطنين شرطة مركز النبا حيث باشرت الموقع وتم استخراج عدد كبير من المصاحف الشريفة في داخل مجال التصريف أمام مسجد مركز النبا. الشريف في الوقت الذي بدأوا فيه عملية البحث والتحري عن وصول هذه المصاحف الشريفة للمجاري. كمل الخبر يقول وحسب سبق أن مركز شرطة النبا أبلغ الجهات المختصة للتأكد من هذه المصاحف وكيفية وصولها داخل مجاري التصريف، بينما يجري التحقيق من الجهات المختصة في هذه القضية لمعرفة من وضع هذه المصاحف بالمجاري ومن امتهن كتاب الله الكريم. ده الخبر لسه بيبحثوا شوفوا مين اللي رمى الحاجات دي في المجاري. مع انه انا اتذكر اخبار زي دي كثيره يعني متكرره. ما تعليق قدسك على هذا الخبر؟ تعليقي الحقيقه قبل ما اعلق بحب اضيف هذا الفيديو بما حدث. احنا شفنا الكلام الخبر اللي فات عن اللي حصل للقران في نبع، لكن هنا هنشوف اللي حصل كمان في الطائف. واو، تفضل عزيزي المخرج سمعنا هذا الخبر بالفيديو. إليكم مجددا مشاهدينا ومستمعينا، إلى موضوعنا الرئيس في هذه الحلقة، مصاحف القرآن الشريفة عثر عليها وسط مجاري الصرف الصحي في أحد أحياء الطائف غرب السعودية، لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا تسبب طفل يبلغ من العمر 13 عاما فقط بكشف النقاب عن هذا العدد الكبير جدا من المصاحف، وذلك أثناء تجواله في حديقة عامة، ما دعا طبعا والد الطفل إلى إبلاغ الجهات المختصة. صحيح، هذه الجهات المختصة باشرت بدورها عملية استخراج المصاحف من المجاري. تفاصيل الموضوع مع زميلنا عبد العزيز السعيدي، وللحديث بقية نتابع. صور لم تزعج السعوديين وحدهم، بل أشعلت لهيب قلوب المسلمين جميعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هذه البيارتين اللي حصلوا فيهم المصاحف، احنا حنحاول نفتحها الان انا وزميلي فرج على اساس تطلعون اكثر على عمق هذا المجرى وكيف تفاصيله. جريمة بحق كتاب الله وتجرمها كافة الأديان السماوية، مصاحف عثر عليها في مجاري تصريف السيول أذهلت الرأي العام الإسلامي. عثر عليها طفل بمحض الصدفة. كنت خارج أنا واحد من أصحابي، مشينا من فوق مجاري تصريف الأمطار، وسبحان الله ضوء الشمس انعكس على واحد من المصاحف. أهالي الحي استنكروا ما وجدوه في قنوات تصريف السيول داخل الحي. منظر مؤلم، مؤلم بكل ما تعنيه الكلمة. كيف كتاب الله عز وجل يدنس بهذه الطريقة أمام مرأة ومسمع الجميع؟ هذا كتاب الله يا أخوان، يعني
يصل لهذه الدرجة؟ أقسم بالله إن عيوننا ذرفت وبكت من شدة هذا المنظر. لا شك أن تعاطف الناس مع واستياءهم مع هذا الخبر محله، لأن كتاب الله تبارك وتعالى وكلامه أقدس ما يتعبد المسلمون به تلاوة وذكرا وحفظا. شرطة محافظة الطائف التي باشرت الحادثة تكفلت بمساعدتنا في هذا التحقيق دون الحديث المباشر إلى الكاميرا، مكتفية بالبيان الصحفي الذي صدر عنها. كيف وصل إلى هذا المكان بالطريقة هذه؟ إلى الآن في المسألة لغز، لم يفسر إلى الآن. يعني هل الكتب كتاب الله عز وجل أو جميع الكتب تقريبا حوالي 50 أو 100 كتاب إلى الآن وما ندري ما خفي كان أعظم، كيف جرفت الكتب إلى هنا؟ تمام تمام تمام، ما خفي كان أعظم، ما خفي كان أعظم. أحبائي، من كان يتصور أن تحدث هذه الأمور؟ القرآن في موضعه المستحق، إنها الاستنارة وعمل الله العجيب في القلوب طبعا، وبأسلوب الكذب والخداع حاولوا أن يقولوا إن ذلك حدث بواسطة السحرة. لا، سحرة النهاردة؟ طب لماذا لم يلجأ السحرة في هذه الأيام؟ لماذا يلجأ السحرة في هذه الأيام إلى هذا الفعل ولم يفعلوا ذلك على مدى ما يزيد عن 14 قرن قبل كده؟ بقى النهاردة إنها وصية محمد بالكذب، فالحرب خدعة. ولكن كم نشكر الله على الاستنارة التي حدثت في العقول في قلب السعودية.